السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الشعر. هذه الوصفه يا البنات هي كتحد من التساقط ديال الشعر، وكتخليه كيلمع. وعندنا في هذه الوصفه عندنا البيض، وكما كتعرفوا على البيض فيه البروتين وكيقوي الخصله ديال الشعر. وعندنا زيت ارغان، زيت ارغان معروف عليه كيقوي الشعر وكيخليه كيلمع، وفيه الفيتامين ديال فيتامين اي، وكيعالج تساقط الشعر. وهاد الوصفه يعني ما محتاجين فيها غير خاص يكون عندنا زيت ارغان، ويكون عندنا البيض. البيض كاين في اي بيت ودائما موجود تقريبا، ويعني غير الانسان خاص يكون عنده زيت ارغان. وزيت ارغان كما كنعرفوا غالي شويه، ولكن راه مفيد 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 بزاف لينا، مفيد للجسم، مفيد للبشره، مفيد للوجه، مفيد للشعر. ما شاء الله زيت ارغان راه معروف، وكي الشركات الكبيره كيديروا به، كيديروا به الوصفات، كيديروا به الشامبوان، كيديروا به ماشي الغسول، وانما هذاك اللي كيغسلوا به الشعر، اللي كيشلوا به الشعر. وحنا عندنا هنا في ألمانيا راه بزاف ديال المواد ديال الشعر وديال الوجه. يعني حنا عندنا في المغرب ما شاء الله واحد الحاجه بحال الذهب او احسن من الذهب، البشره ديالنا، الجسم ديالنا. ايوا المهم هذه الوصفه بغيت نوريها لكم حيت انا كتعجبني بصراحه. انا نيت غادي نديرها اليوم للشعر ديالي، ونبقى بها 4 5 حتى 5 السوايع. شي حاجه كتضر الشعر، البيض وزيت ارغان. ومن بعد نغسل الشعر ديالي بالماء يكون فاتر ونمشطو عادي، راه كيقوي الخصله ديال الشعر وكيخليه كيلمع وكيحد من التساقط. وبطبيعة الحال راه كيرطب، حتى الترطيب كيرطب، حيت عندنا البيض كيرطب بزاف الشعر بحال الكيراتين. وشي مرة أخرى ندير لكم الكيراتين اللي كيكون طبيعي في المواد اللي عندنا في البيت إن شاء الله. غير خاصني شي مواد يكونوا عندي في الدار باش نديرها لكم، وان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وديروها. راه ما تخافوش منها، كما كتعرفوا يعني ما خاصكمش تخافوا منها. عندنا البيض طبيعي، وزيت ارغان كما كتعرفوا، لا بزاف ديال الناس كيعرفوا الفوائد ديال زيت ارغان. راه طريقه الاستعمال سهله وبسيطه، غادي نخلطوا غير هاد البيض مع الزيت، وغادي نخلطوهم. من غادي نخلطوهم نديروهم على الشعر ديالنا، ونبقاو نفركو الشعر ديالنا، نفركوه مزيان باش تدخل فيه هاد الزيت وهاد البيض.
وهذه هي الطريقة ديال هاد الوصفة، راه سهلة مهلة، جوج مكونات يعني تحصلوا على الشعر كيكون كيلمع وما كيتساقطش، او على الاقل كيقل من تساقط الشعر. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايكات، واللي مازال ما مشترك يشترك معايا، وكنشكركم كاملين على المساندة والدعم، وتبارك الله عليكم. كنتمنى لكم نهار مبروك ومع السلامة، الى فيديو قادم ان شاء الله.